والله كيفكم يا شباب، ان شاء الله تكون بخير. معكم اخوكم زياد من قناة زيزو عمارة ربي. طبعا يا شباب، مقطع اليوم مختلف. مقطع اليوم بسوي بلعب لعبة سباق درجات نارية، بس السباق تحتاج الى شحن وفلوس، فبإذن الله تعالى ان شاء الله بنعملها. وخليكم مع الفيديو، اول شيء ما تنسى تحط لايك واشترك في القناة. وصلنا سيدنا محمد، وخليك مع الفيديو، مشاهدة ممتعة يا صاحبي. 2-1 يلا. بس انا مش عارف التحكم. اوكي، ندعس فر من فوق. تمام. ايش هذا؟ يلا شباب، خلينا ندخل في الجيم التاني. طبعا الجيم اللي راح ده كان وقت صغنن زي اللي هيجي ده، وطبعا يا شباب وقت يعني ان امشي بسريع. طبعا يلا خلينا مع الفيديو. يلا. طبعا لو دعست يعني اقدر ارفع سرعتي، بس لو رفعت زي ما انتم شايفين كده. يلا السارة يعني. واخد يمين. عن هذا هذا عن يلا يا جماعة. جربوا اللعبة يا شباب حلوة. يلا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. لا والله يا شباب. صحيت، فرصة. اوكي، فرصة ثانية لان لسه مبتدئ، ممكن يعطينا فرص كتير. 2 بس برجع. يا ليل الليل، كنت مظبوط انا. طب تمام، مشكلة اني انسى الفرامل. طب دقيقة يا شباب كده، انا احاول اغير شيء. دقيقة. طبعا يا شباب غيرت شوية يعني، بس التغيير مو حلو يعني، بس مش لحالها، بس ما ادري من وين على الفرامل بصراحة. ما ادري من وين على الفرامل. الاول كنت اقدر اعطيها. ما اقدر والله، ما اقدر. شادة مستحيل. لا اوكي. فصل المكافات. تمام، خلى ازرار. يلا كنت اخد بالي من اللفة اللي هي على اليسار لمين. اوكي خلاص. يلا ليش ترفع؟ هذه مشكلة. والله شباب نبدأ من اول فين لين. لينا مثلا فرصتين. تمام، ولد في الاخر وياكل اشياء. تلقاه اخذ الشرع اليمين. باقي لي بس فرصة. كويس، باقي لي بس فرصة. ايش في يا اخي؟
شباب بدأت تاني، سيب الجوال بس ابعث يا ولد. بقينا بس فرصة. بياخد ايش بياخد ايش بياخد ايش هذا بياخد يمين. خلنا ندخل هدي بيت الخيبة جديد. لا 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 الحمد لله الحمد لله. هدي بس السرعة وادعس. يلا شباب باقي فرصة، هذا آخر فرصة. ادخل 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 ادخل. أبى أدخل من هنا. لا 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 مستحيل. خلينا ندخل من الأماكن الصعبة شوي. انا اتلخبطت كذا كذا اصلا استطيع انا. لا 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 أتوقع آخر السرعة 180. لا 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 يا ولد. لا لا تحطوا الإثر مني. الحمد لله. مت خلاص يا ماما.